ريال مدريد بيفوز في مباراة مثيرة جدا على انتر ميلان بتغييرات زيدان البرازيلية، لكن بالتأكيد كان الأبرز في اليوم والماتش ده كان نجاح راموس للوصول للهدف رقم 100. لكن الأغرب انك تشوف راموس هل هو الأكثر تهديفا في دفاع مدريد عبر التاريخ، وأفاجئ وأقولك انه مش هو. أما عن ليفربول فبتفوز على أقوى هجوم في أوروبا العام الماضي بكل شيت باتنين شباب بهجوم متألق، بيفكرنا بقى بثلاثي فيرمينيو وصلاح وماني في عزه، لكن بتاتش يوتا اللي كلوب بيرد على الجميع. هو ده فيرنر ولا هو ده يوتا اللي انا رحت بفلوس حلال احسن من فلوس حرام؟ وده لزوم الافيه بس عشان جمهور تشيلسي ما ينطليش ويقول لي ايه اللي فلوس حرام، انا عارف بس الناس بقت حساسه. جوارديولا ايضا بيفوز على اولمبياكوس بالثلاثه عبر اهداف من فيران توريس المتألق وخيسوس، والمكسب الكبير في عودة يعني ايه مهاجم. وعشر دقايق احتاجها بايرن ميونخ بس عشان يركز ويجيب اربع تجوان عشان يكسب بالستة قدام سالزبرج العنيد. اما اتلتيكو مدريد، عشان عارف ان في ناس زعلت مني الاسبوع اللي فات اني ما جبت سيرتهم هم ومانشستر سيتي، فحب اقولك ان حظكوا الاسبوع ده كان سيء لما يطلع رجل المباراة هو حارس لوكوموتيف موسكو اللي عمل كل حاجة عشان يطلع اتلتيكو بنقطة واحدة من الماتش. حلقات دوري الابطال عايزه منك لايك، عايزه منك سبسكرايب، خليك رفيع معانا لو لسه ما كنتش في العيله. نوصل نص مليون قبل اخر السنه، بيكوا انتوا تابعونا على الفيسبوك وتابعونا على انستجرام وتابعوني على اكونتاتي الشخصيه. فيلا نشوف ونلخص يوم الثلاث في الشامبيونز ليج. في حلقة جديدة من حلقات رزع دوري الأبطال، أبتدي النهاردة من عند البايرن، من عند البطل، من عند الشياكة، من عند الأهداف، وبيفكرنا تاني بثمان أهداف في المباراة لكن هو أحرز منها ستة فقط. فليك ماشي فول مارك من ساعة لما جه في الشامبيونز ليج الفوز ال 14 على التوالي للكتيبة الألمانية. لكن السؤال هنا بيقول هل النتيجة معبرة عن الماتش؟ ده دول فرتكوهم بقى، دول قطعوهم بقى، ده احتلال من أول دقيقة للسايد الألماني. أقول لك مطلقا لا. أحب أقول لك إن اللي ابتدى التهديف كان سالزبرج عن طريق بريشا، احتاج أربع دقايق بس عشان يضرب دفاعات الباير. الفريق اللي شفناها اخطر اللي كان بيحاول واللي كان قريب ان هو يسجل الهدف الثاني، البايرن على طول كان متوقع ان هو يديك ردة فعل. شفنا كرة خطيرة من جنابري بتترد على طول لضربة جزاء يحرزها ليفاندوفسكي، بعد كده الراجل بيرجع الماتش لواحد واحد تمام. بل يضيف البايرن كمان في الدقيقة 44 عن طريق خطأ من المدافع من سالزبورج بيتقدم الفريق الالماني، بعد ما كنا شايفين قد ايه بيوصل فريق سالزبورج على المرمى وموجود جدا وبيروح وعامل ماتش خطير. بيضيع فريق سالزبرج حتى بيجي الدقيقه 66 اوكوجاوا بيحرز هدف التعادل، وهنا كانت غلطه. ما انت برضو يعني ايه اللي خلاك تعمل كده؟ خد في وشك بقى اربع تجوان من الدقيقه 79 لحد الدقيقه 92 ما تشوفش نور، بدايه طبعا من بواتينج اللي بيحرز الهدف اللي كان متعرض عن طريق كيميتش. الاثنين يا جماعه اللي مقدمين ماتش كبير. كيميتش انا مش كل مره هقعد احسد لكم الواد ده، واد غير طبيعي بيعمل كل حاجه في الماتش، ما شفتش كده. اما بواتينج اللي كان عليه انتقادات كتيره جدا، يلعب بقى بعد سولي لما رجع، سولي دخل في الكورونا، الراجل بيثبت نفسه ان هو موجود، بيلعب جنب ألابا وعامل ماتش كبير وبيحرز النهارده هدف بيخليك ترجع وتتقدم النهارده على الفريق العنيد ده. ساني اللي بينزل بعد كده بديلا لكومان اللي مقدم مباراه سيئه عكس عادته في الشامبيونز ليج، ساني بينزل يحرز اول اهدافه بقى، يعني شوطة رائعة، يعني لفة كده دخلت المرمى وخش على اللي بعده. ثم يأتي دور ليفا مرة أخرى عن طريق أسيست من خافي مارتينيز. أيوة الراجل اللي سبحان الله قلنا كتير قوي إنه كان على وشك الرحيل في أيام الأخيرة والساعات القليلة في الترانسفير ديدلاين داي، وكان رايح راجع على أسبانيا. فليك بيخليه، فليك بيكسب منه كبديل جيد جدا، بيديله أداء في نص الملعب، ومنذ نزوله الحقيقة والدنيا ظبطت جدا. وبي
بيشارك باسيست. الدقيقة 92 بيحرز تيو هرنانديز الهدف السادس والاخير، بيخلص الفينش، بيختم ختم الالمان. وانت تستنتج ايه؟ تستنتج ان كان في حسم. بايرن ميونخ شايطة 10 شوط على المرمى جايبة منها 6. لكن خليني اقول لك تاني، الفوز غير مريح. تقول لي ازاي يا عم دول بالستة؟ اقول لك هجوم جبار ناري بيعرف يحسم، لكن فريق زي سالزبرج يخطرك اكتر من مرة ويكون احد نجوم المباراة من رأيي هو نوير، يبقى انت في مشكلة لما تشوف جوريتسكا اللي ناقص لك من نص الملعب ومضيع لك جزء كبير جدا من السكند بول والكور العالية والمنطقة الدفاعية اللي انت فقدها شوية في غيابه. فلو فضل جوريتسكا غايب في الماتش الجاي قدام دورتموند هيبقى فيه مشاكل بالتأكيد. لازم برضو نمنشن بونا صار الراجل اللي نزل قلب الماتش على طريق بافرد، مقدم مباراة سيئة. اظن ان بونو صار ده لازم يثبت اقدامه ان هو يكون الرايت باك الاساسي. اما اخيرا فمولر يجب يعني الكلمتين بتوعه النهاردة، هو ماتش مولر. تقول لي يعني ما جابش جوان ده ليفا؟ اقول لك ليفا كان اهدى بكتير من مولر. مولر اللي عامل اسيست واللي مخلي الوادي دخل اون جول في نفسه. مولر النهاردة من الماتشات اللي بيفرق، بيأكد لك فكرة نجاح فليك مع هذا الراجل في اواخر العمر. في نفس المجموعة هتلاقي ان سيميوني بيعاني من عدم التوفيق لما بيروح يتعادل يعني 1-1 مع لوكوموتيف موسكو في روسيا. الحقيقة ارخص نقطة شفتها يعني من لوكوموتيف موسكو، يعني الفرقة تأخرت بهدف في الدقيقة 18 عن رأسية خيمينيس. الراجل بي يعني فكرتني بجون اوروجواي ومصر في كاس العالم، كنت في الاستاد انا ساعتها، واول ما خيمينيس يجيب اي كرة عرضية بقى بتضايق وبقفل من الماتش. لكن بالتاكيد لازم نتكلم على مين اللي عرض له الكوره، وهو هيكتور هيريرا، الراجل اللي النهارده بيدخل التاريخ كاكتر لاعب مكسيكي بيشارك متوازيا مع تشيتشاريتو ب 46 مباراه. في الدقيقه 23 نفس اللاعب بيتسبب لفرقته بقى بضربه جزاء، بيخش ميرانشوك بيودي اوبلاك الناحيه الثانيه ويحطه. اكيد مش دي اللقطه المهمه في الهدف، اكيد كانت لقطه سواريز عن طريق الفار وهو رايح يعني عطه ولا يشتريها، بيروح يتفرج وبيعمل ايه ورقاوي يعني الحكم مش شايفه، الحكم بيقول انت بتعمل ايه ما تعرفناش بقى، وبيديله انذار وبيمشي الراجل. تسالني طب العيب كان فين النهارده؟ اتلتيكو ولا كان موسكو فعلا بجمهورها اللي عامل اجواء هو ده اللي دافع ان الفريق يتعادل النهارده؟ اقول لك لا، هو جوليرمي حارس مرمى هذا الفريق. الراجل شايل 3 كور من فيليكس، كورتين من سواريز، كره خطيره من ساول، غير الكور اللي جت في العرضة. النهاردة اتلتيكو مدريد عملت كل حاجة انها تحرز الهدف. قد يعابوا شوية على عدم الحسم، لكن اكيد لازم تشكر الحارس اللي كان سبب رئيسي في اخذ نقطة النهاردة. فسيميوني يعني بيعنده الحظ النهاردة، 200,000 كورة على المرمى بيخش منها واحدة ضد شوطة، واحدة اون تارجت ضد اوبلاك تدخل جون النهاردة. مجموعة سهلة، لكن مازال بيعاني سيميوني في المرتبة الثانية باربع نقط، بعيد نقطتين عن لوكوموتيف موسكو في المركز الثالث. اما عن الاقرع جوارديولا فبيفوز بالتسع نقاط في الثلاث ماتشات، بيفوز ومريح جدا على اولمبياكوس بالثلاث. البدايه كانت عند توريس، الراجل النهارده اللي بيقوم بدور المهاجم في اخر الماتشات وبينجح بشكل يعني مقنع جدا لجماهير السيتي. المركز اللي اتجرب فيه ستيرلينج واللي اتجرب فيه برناردو سيلفا واللي اتجرب فيه ناس كتير قوي في غياب خيسوس واجويرو، لكن الافضل اكيد كان توريس. الرجل اللي لعب في المركز ده او مركز المهاجم الخفي مع فالنسيا في بعض الاوقات، وبالفعل بيسجل لك توريس الهدف الاول في الدقيقه 12. لكن السيتي بنشوفه برضو يا جماعه بيعاني دفاعيا. اتفهم فكره ان جوارديولا النهارده مريح ناس كتير جدا من الدفاعات، عندك روبن دياز مريح، لابورتي مريح عشان ماتش ليفربول، ايضا زيتشينكو بيشارك مركز ليفت باك ما بيشاركش كتير الراجل، بالاضافه لرودري وبرناردو سيلفا اللي كان معادهم على الدكه. النهارده انت لو بتتفرج على الماتش، لولا ان هجوم اولمبياكوس كان ضعيف ورقيق كانوا رجعوا في الماتش ورحنا الواحد واحد وممكن الماتش كان يولع. بنتفرج النهارده على كوره فالبوينا غير طبيعيه، اكي وستونز اللي ما بيلعبوش جنب بعض كتير النهارده برده فيه لقلقه، ادرسن كان على الميعاد لما اتطلب منه، فودن النهارده بيعمل ميس باس كان ممكن يكلف الفريق كله اهداف. وعموما هي مباراه الاسوأ لفودن في الماتشات الاخيره وتم تغييره على طول. وبمناسبه التغييرات فلازم نتكلم على خير
خيسوس وكانسيلو الاثنين بدلاء اللي بينزلوا برضو على طريق زيدان بيحرزوا اهداف. عودة خيسوس اللي تخلينا نفكر جوارديولا هيعمل ايه في الماتش اللي جاي في الاتحاد قدام ليفربول، هل هيلجأ لتوريس الناجح ام هيلجأ للمهاجم اللي نزل شكله فورما رجع على طول ادالك هدف كان بينقص فكرة المهاجم في السيتي. فانت شايف جوارديولا ممكن يعمل ايه؟ سيب لي رأيك في الكومنتات مين يبدأ فيهم. اما عن الهدف الثالث اللي جه عن طريق برضو بديلين، متقولي مين البديلين؟ اقول لك كانسيلو ونيميشا الراجل الشاب الصغير الولد اللي نزل عمل اسيست على طول لهدف كانسيلو، دفعة معنوية اكيد تديها للولد الصغير ده. دي بروين النهاردة الراجل المتألق من ساعة عودته من الاصابة، والراجل يا جماعة اسيستات في اسيستات في اسيستات في اسيستات، خف علينا يا اسطى. تقدر تقول في الاخر في مجموعة سهلة السيتي وجوارديولا بنسبة كبيرة جدا بيحسم التأهل، 9 نقط اخر 4 مواسم السيتي بيعمل نفس الريكورد ده في 3 منهم، بيطلع بكلين شيت. نخش على مواجهة ليفربول وتوتنهام في الدوري ونشوف بقى المواجهات الحقيقية سيتي عامل ازاي واستفاد من الفوز ده ولا لا. اما عن مجموعة تانية فتلاقي ان ايكس فازت على ميتشلاند في خلال 18 دقيقة، جت 3 اهداف 2-1 وانتهت المباراة عند هذه الدقيقة. لكن بالتأكيد الاهم في المجموعة هو فريق ليفربول اللي لك ان تتخيل ان يعني كلوب منذ مجيئه ليفربول باتنين فاينل كسب منهم واحدة، هي دي البداية الاعظم في ليفربول تحت كلوب في الشامبيونز ليج ودور المجموعات. فهي ليلة تسمى بالبيرفكت نايت، كلين شيت ضد اقوى هجوم في اوروبا وفي ايطاليا السنة اللي فاتت 98 هدف، النهاردة بتلعب باتنين شباب جوميز ورايس ويليامز والاتنين ممتازين. الكلين شيت ده اللي مخلي جمهور ليفربول يبتدي ياخد نفسه شوية بعد غياب فان دايك وبعد غياب فابيني وماتب، والله عندنا شباب، والله ممكن يطلع لنا لعيبة تاني زي ارنولد، زي ما شفنا كمان نيكو ويليامز لما بينزل الشوط التاني بعد ما ضمن كلوب الماتش وعمال يطلع من الاكاديمية، وممكن ده يكون سلاح مهم جدا تتفادى بيه الصرف. اما عن الصرف فكان كلوب على موعده مع تقديمه ليوتا في انفجاره بقاله اسبوع، هدف حاسم ورا هدف حاسم ورا هدف حاسم، ولا حلقات رزع اوروبا حلقات دوري الابطال نتكلم. النهاردة الراجل 16 دقيقة بيفتتح يعني تسجيل اهدافه بقى هدف ما اروعه. مفاجأة النهاردة كلوب ان الراجل ده بيدي رسالة كده لفيرمينيو، يوتا موجود، يوتا قد يكون بديلك في الثلاثي الرعب. يوتا اللي ارقامه بتتحدث عنه في 10 مباريات منهم اساسي كتير مسجل 7 اهداف، وممكن تكون دي اهداف او قريبة من اهداف فيرمينيو طول الموسم اللي فات. ايه ده، المهاجم ما طلعش شادو سترايكر بس، المهاجم طلع اهو بيجيب جوان اهو. وده لسان جمهور ليفربول، جمهوره كمان اللي بيقول للعالم والجمهور تشيلسي والجمهور اللي اتريق عليه، كلوب لما بيقول هو ده اللعيب يعني هو ده اللعيب. اللاعب اللي بالتاكيد هيحط ضغط كبير على فيرمينو وعلامات تساؤلات كتيره جدا، هل يبدا يوتا في مباراه السيتي القادمه بعد الاداء المذهل بعد الاحتفال المتواضع؟ الراجل النهارده جايب هاتريك يا جماعه وكل هدف يجيبه عادي جدا، ما بينطش نطايه حتى احتفالا بالفوز، لعيب تحسه دخل في منظومه ليفربول كويس جدا، تحركاته سريعه، الكيمستري اللي بين ماني وصلاح اللي لازم نقف عندهم. وبالتاكيد يوتا خد الليله، خد الاضواء، خد الشو، لكن النهارده هو يوم استثنائي من ماني وصلاح. مبدئيا صلاح اللي قدر يتوصل لرقم اسطوره ليفربول يا جماعه، وده رقم انتم مش متخيلينه. ستيفن جيرارد الراجل اللي مسجل 21 جون النهارده ابو صلاح من مصر بيعادل الرقم ده. شفنا صلاح النهارده بتاع ايام ايطاليا، ايام فيورنتينا وايام روما، السبرنتات اللي في مدينه ايطاليا، المساحات بتاعته اللي لا جبار. النهارده الراجل بيحط هدف يعني وورد كلاس زي ما بيقولوا، وبيرد عليه بماني على طول بدقيقتين 3، اسيست من صلاح برضه بيوديه ماني بيحرز هدف. ثلاثي هجومي كان على اشده، لما يكون في يومه انسى ان حد يكسب ليفربول. النهارده ليفربول من اول دقيقه باين يوتا كان هيجيب هدف في الدقايق الاولى، النهارده لما يكون في اي خطوره عوق يمين شمال كور خطر على المرمى اليسون موجود، اليسون بيقول انا الحارس السليم في الفريق السليم. لازم برضو نتكلم عن الراجل ده لان ممكن كانت المباراه ترجع في اي وقت. ثلاثي نص الملعب النهارده يا جماعه برضو لازم نتكلم عليهم، سواء هندرسون اللي على طول كنت شايفه بدون جمهور بقى صوته في الملعب عالي بيزعق وبينظم،
فين الضم وعودته والروتيشن اللي كلوب بيعمله، حتى كورتيس جونز لازم يتسقف له النهارده، وهو ايضا احد شبابي ليفربول اللي بقول لك كلوب عمال يقول انا هعتمد على الناس دي. فهي البدايه اللي جمهور ليفربول بيحلم بيها، 9 نقط 3 كلين شيت، بدايه بيرفكت، كل حاجه على ما يرام، تاهل مضمون من المجموعه. خلاص بتتكلم اتلانتا جاي لك في انفيلد، لو خدت منها 3 نقط تاهلت رسمي، وتشوف روتيشن اكتر، وتشوف لعيبه من الاكاديميه بتطلع اكتر فاكتر. واخيرا يا رزيع المجموعه الاخيره، في بدايه لازم نقول هاتريك بلاي كان مرعب قدام شختار، فوز بالسته قدام فريق لسه عامل ماتش كبير على مدريد. بروسيا مونشنجلادباخ بتقول انا هعمل قلق في المجموعه، وصدقني بنسبه كبيره جدا ممكن يكونوا هم المتاهلين على حساب انتر او على حساب اي حد في المجموعه. 5 نقاط تصدرا، ويجي بعد كده ريال مدريد انتر اللي الماتش بتاعهم الحقيقه كان مثير بالمره. ففي ماتش كان فيه كل الاثاره والتشويق بيبتدي اشرف حكيمي، بنشوف بقى يعني نقص عند ريال مدريد بفاسكس، الراجل اللي بنقول اشرف حكيمي كان زمانه بيلعب دلوقتي هيعمل ايه بقى قدامه. والحقيقه اشرف حكيمي بيتسبب في الهدف الاول، هدف اكيد من لاعب كبير قدم ماتشات كبيره جدا، لكن لازم يكون فيها فوات من دي يتعلم منها. ولو جينا لاصل الموضوع تسألني عن رأيي الشخصي، أقولك الهدف في فول بالتأكيد عن طريق مندي اللي ضغط والتحم بأشرف حكيمي وخلاه يتسبب في غلطة كان متصيد لها كريم بنزيمة. كريم بنزيمة الراجل اللي جايب 49 جون في دور المجموعات، وتسأل كده مين في العالم أكتر من كريم بنزيمة، تلاقي 2 بس، هما كريستيانو رونالدو وميسي. فسبحان الله الراجل ده دايما بيبهرنا بأرقامه. أقل من 7 دقايق هوبا راموس يطلع لفوق يضرب الرأسية المعتادة يوصل للهدف رقم 100، منهم 55 كرة بالراس، ارقام هلامية من مدافع اسطوري بيفرق جدا في الشخصية، على طول تواجده معاك في الادوار الهجومية والدفاعية موجود. والحقيقة استغرابي كان كبير جدا لما رجعت نفسي وشفت ان مش هو المدافع الاكثر احرازا للاهداف في ريال مدريد حتى، بس تلاقي فرناندو هييرو ب 127 هدف موجود في الليستة كاول الترتيب. يا مدارسك يا مدريد واهدافك الدفاعية. لكن الحقيقة تسألني مدام الماتش كان ماشي كويس قوي، ويعني نتيجة كلنا قلنا عليها في الشوط الاول هي نتيجة خلاص، مدريد عارف يلم الليلة، عارف يفوز باول 3 نقط في المجموعة، عدي الليلة، ولا كنت هيكون لي رد فعل؟ والحقيقة ان مشاكل الريال كانت اكبر بكتير من مشاكل انتر. انتر خسرت، انتر فقدت الثلاث نقط كلهم، لكن الحقيقة انا شايف ان انتر ميلان كانت الافضل في المباراة. ما زالت مشاكل الريال واضحة وصريحة في الدفاع بتاعهم وفي نص الملعب. يا جماعة الدنيا صيصة ميصة خالص، كاسيميرو اللي مقدم اسوأ مبارياته في نص الملعب، كروس المختفي تماما، يمكن الحسن الوحيد اللي نقدر نقول عليه هو فالفيردي اللي بنتمنى يتثبت في التشكيلة دي. وزي ما انتر عرفت تستحوذ على نص الملعب وتخلي الماتش ليها، وقدرت باللي انا بقوله ده انها تعود بالماتش على طول، يعني من اسيست خرافي من باريلا، كورة كده بالكعب سحرية تلاقيها وقعت قدام لوتارو، سباق يعني كان بين فاران وبين اللاعب الارجنتيني، بيخش الراجل في غياب لوكاكو اللي كان مؤثر جدا، واللي من رايي لوكاكو لو كان بيلعب كان الماتش ده ممكن يروح ل3-3 لو ما كانتش انتر كسبت. فمن الجيد جدا ظهور مارتينيز في الاجواء دي، النهارده الراجل بيعمل هدف، النهارده الراجل بيعمل كمان اسيست للهدف الثاني على طول، هدف عن طريق بيريسيتش بيعود لك في الشوط الثاني، فرصه كونتي، الانتر افضل، حتى قرر زيدان خروج هازارد واسينسيو ونزول 2 البرازيليين الاطراف السرعات، بيلعب ضد كونتي بالثلاثه، كان محتاج ده من اول الماتش. فبالاطراف المضروبه اللي بتهاجم انزل رودريجو، انزل فينيسيوس جونيور، والهدف يجي عن طريق الاثنين. يمكن افاجئك واقول لك ان يعني كان ممكن يكون ان ريال مدريد كانت بتحاول يبقى عندها خطوره، لكن انتر اخطر، لكن الهدف الوحيد، الكره الوحيده اللي راحت هي اللي جاءت الهدف الثالث وكسبت ريال مدريد الماتش. وزي ما على طول بننتقد زيدان وبنتكلم على العيوب، فالنهارده لازم تشوف برضو الميزات من الماتش، انك تكون سيء وانك تكسب النهارده، انك لما تعمل تغييرات تكون فعاله
وتنقذ ماتش كنت سيء فيه، دي ميزات مش بس عيوب. النهارده انت بتهرب من رابع ماتش على التوالي ما تعرفش تفوز فيه في الشامبيونز ليج، وده مش مدريد ابدا. ثغرات دفاعيه بتواجهك يا عم زيدان، وارقامك باينه، بتتكلم على 7 اجوان في الشامبيونز ليج و5 في الدوري في الليغا، يعني ده مش دفاعات ابدا تخليك تكسب اي بطوله. انت الدوري اللي كسبته السنه اللي فاتت كان بسبب دفاعاتك والكلين شيتس، لما كنت بتكسب بطولات اوروبا واحده ورا الثانيه ورا الثالثه كان سبب رئيسي زي ما هجومك كويس ان كان دفاعك قوي جدا والاقوى في اوروبا. ما استغلتش فرصه ضد مدرب جبان، مدرب ما جازفش بالقدر الكافي ان هو شايف ان مدريد متراجعه، شايف الثغرات دي ويعرف يفوز. كل تغييرات كونتي كانت بتدل ان الراجل يعني مقتنع جدا، عايز يامن نص الملعب اكتر من ان انا خاطر وانزل واحد زي اريكسون قاعد على الدكه، ممكن من فاول ممكن من كورنر ممكن يعمل لي فرق من لمسه واحده. فمش هستغرب ان كونتي يبقى مش مقتنع باريكسون ومقتنع ان دامبروسو هيلعب ورا كمدافع، واشلي يونج لسه بيلعب في الشامبيونز ليج قدام مدريد وفي اقوى المناسبات. فوز يخلي مدريد في المركز الثالث في مفاجاه على شختار وبروسيا مونشنجلادباخ اللي اول والثاني، طبعا هو متساوي مع شختار لكن الدنيا فيها قلق وعوق مع انتر متزايل المجموعه. فهل يعرف يخرج انتر ميلان والريال من المجموعه العوق دي؟ سيبولي رايكم في الكومنتات، سيبولي انتوا كمان رايكم في استنتاجاتكم عن يوم الثلاث في دوري الابطال، اعملوا لايك لو الحلقه عجبتكم، اشتركوا معانا خليكم رزيعه عشان نوصل نص مليون قبل اخر السنه، حلم لن اتنازل عنه، تابعونا على الفيسبوك، تابعونا على انستجرام، تابعوني على اكونتاتي الشخصيه. جمهور المصري والمغربي خصوصا جمهور الرجاء والزمالك يستنوا حلقه استثنائيه بالليل ان شاء الله بعد الماتش، ان شاء الله هنكون موجودين في رزع محلي، نجيب لكم جو بقى كده نتكلم معاه في يعني فوز او خساره، كله مش بايدي، كله بايد ربنا، هنتفرج ونستمتع ان شاء الله بحلقه استنوها بالليل. وكفايه رزع قوي لحد كده، قلبي. يا عم اوعى بقى، اوعى بقى. اسالك سؤال يا اسطى، هو انا عشان خسيت تعمل فيها كده؟ ارسنال هتلعب النهارده الساعه يا اخي بقى، بلاش تخاف بقى.